طلبة مستجدون وآخرون متخرجون، إنها سنة الحرم الجامعي في كل عام. المغردون والحسابات الأخبارية الإلكترونية تداولوا خبر إصدار مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور حسين أحمد الأنصاري قرارا بشأن إيقاف الدراسة في موقع الجامعة بالشويخ من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهر يوم الأثنين الموافق 5 مارس 2018. الدكتور الأنصاري أوضح أن السبب في ذلك هو إقامة حفل الخريجين للمتفوقين من الدفعة 47 للعام الجامعي 2016-2017.